بالهدى والبر والتقوى يا ربي زدها. نفس مؤمنة شفت بالذكر ليست عطبة، أدري إن المقبلات شر وأقسى وأدها، والعمر مرة وأنا لا يمكن أفرط بها. وأجمل اللحظات وأغلاها معي وأسعدها، لحظة راسق لمي فوراقي أخطط بها، والقصيدة دون حبكة في نظرة ناقدها، مثل من صلى صلاة الجمعة بلا خطبها. والبيوت اللي هجوسي ما هو يرددها، من ملف الذاكرة ثلثينها من شطبها، وصاحب النعمة ما يبلش غير فيها حاسدها، ودي أعرف حاسد النعمة فقط ما خطبها. أيها الإنسان نفسك للعلا جندها، واستمع شور المجرب جيدا واحتطبها، انظر الحطاب نفسه كيف هو عودها، يتخير في الحطب ما كل عودة أي حطبها. لا تكن كالبير ما تروي سوى قاصدها، ولتكن كالغيم تروي كل نفس رطبها.